حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيده الحداد عن عثمان بن ابي رواد اخو عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على انس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني اخبرنا عثمان بن ابي رواد نحوه